استنفرت كل الدول إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة فيروس كوفيد 19، وفي الصفوف الأمامية كان هناك ما أطلق عليهم بالجيش الأبيض، وهم الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين والعاملين في هذا المجال الذين عرضوا حياتهم للخطر والضغط النفسي في العمل عندما كانوا هم في المواجهة ضد هذا الفيروس القاتل. للمعرفة أكثر حول ضغوط العمل للصفوف الأمامية وكيفية التعامل معها، نرحب باسمكم مشاهدينا الأعزاء بالأستاذة وديان لشويع، ممارس علاج نفسي. حياك الله معنا ببرنامج مساء الخير الكويت. الله يحييك. يا هلا فيك معنا. وبالبداية نحب لو نعرف شنو هي ضغوط العمل اللي واجهتوها. أول شيء ضغوط العمل بشكل عام هي المواقف والحالات اللي يتعرض لها الفرد خلال العمل أو بيئة العمل اللي هو فيها، كل مثلا الآثار الجسدية، مثلا لما يكون عنده إرهاق، كالآثار النفسية، التوتر، الاكتئاب بشكل عام. نعم. طيب أستاذة، شنو الأسباب دائما التي تؤدي للشعور بضغط العمل؟ يعني شنو اللي ممكن يصير يخليني أنا أحس أني مضغوط؟ هناك أسباب كثيرة اللي تؤدي إلى ضغوط العمل. بيئة العمل نفسها، إذا كانت البيئة هذه بيئة مثلا تتعرض فيها ضوضاء، أو تتعرض أنت لدرجة حرارة شديدة أو درجة برودة، فبالتالي البيئة لها دور كبير. أيضا أسلوب الإدارة نفسه من أسباب ضغوط العمل. إذا كانت الإدارة مثلا تفرق بين الموظفين، تعامل موظف غير الموظف الثاني، تأثر عليه نفسيا. بالضبط. ايضا تعاملك مع زملائك، الشخص مثلا لما يتعامل مع زملائه هل في مشاكل، هل في انسجام، هل الفريق متعاون ام لا، هذه كلها من اسباب الضغط بشكل عام. زين، اذا نبي نسال ان في اكيد طرق للتعامل مع هذه الضغوط خصوصا في الصفوف الاماميه، يعني اللي قاعد يتعرضون على هذه الضغوط، شنو ممكن نقدم لهم؟ اول شيء الصفوف الاماميه تعرض لضغط طبعا كبير في هذه الفترة، فمن الطرق هذه أنه هو بشكل عام أن الشخص هذا يحس أن هذا جزء من حياته، لا يحس أن هذا ضغط علي، لا، يتعامل معاه كجزء من حياته. هو يروح الدوام وهو يعني يدري أن هذا مثلا فترة وراح تعدي، فبالتالي أنا الفترة هذه لازم أجد وأجتهد فيها. صح. والموضوع هذا إن شاء الله بيعدي، يعني يعطي نفسه مثل الشيء إيجابي. هذا يؤدي من التخلص من ضغوط العمل. نعم. يعني السؤال على هامش الحديث اللي قاعد تفضلين فيه أستاذة، يعني في بعض الأطباء خصوصا العاملين بالصفوف الأمامية قاموا بعزل أنفسهم منذ بداية الجائحة، ويمكن واضحة للسادة المشاهدين، وذلك يعني لعدم تعريض أسرهم للخطر. هل هذا التصرف تشوفينه من الضغوط النفسية، ولا حرصا منا على عدم نقل الفيروس لأفراد الأسرة؟ قد يكون ضغط نفسي، وقد يكون الإنسان هذا يخاف على أسرته، خاصة إذا كان في شخص مريض عنده في الأسرة، الأطفال، كبار السن، فيخاف أنه هو مثلا ينقل عدوى لهم. أيضا كأوى يعني الفيروس شيء بتعتبر خبرة جديدة علينا، فبالتالي هو يخاف نفسيا، يعني ما أدري أنا راح أنقل، راح أكون أنا السبب أني أنا راح أنقل هالشيء هذا، فهذا يسبب له ضغط من داخل نفسي. أستاذة وديان، قلتي قبل شوي أن يتعاملون بشكل إيجابي، شلون أو شنو هي الطرق اللي أنا أقدر أني أتعامل بشكل إيجابي؟ شنو معنى الإيجابية علشان هم يفهمونها أكثر؟ معنى الإيجابية أن أنت لا تتكلم في الشيء السلبي، تتكلم بالشيء تتكلم بالشيء، أو مثلا في دوامك دائما بادر بالشيء الإيجابي. مع زملائك ادخل الدوام وانت مرتاح مع نفسك، مرتاح مع زملائك، لما تبدي ابدي بالأشياء الإيجابية دائما، تقبل الآخرين، خلي الآخرين يتقبلونك، انت في وضع راح ينتهي. مثلا يعني احنا الحين في كورونا، في أشياء راح تستجد، في أشياء راح تصير إن شاء الله أحسن، دائما اعطي روحك الشيء الإيجابي. الله يعطيك العافية على الكلمات الإيجابية اللي قاعد توجهينها للسادة المشاهدين، وأكيد كثير بحاجتها. لكن هل من نصائح عملية للتخلص من الضغوط النفسية اليومية التي تواجه خصوصا العاملين في الصفوف الأولى؟ بشكل عام في هناك يعني طرق كثيرة عملية. أولها ساعات النوم، لازم ننام بشكل كافي، خاصة الصفوف الأمامية يأخذون فترات راحة في دوامهم، لما يردون البيت ينامون ينامون ساعات كافية. أيضا غذائهم يجب أن يكون غذاء صحي، إذا كلوا مثلا أكل وجبات سريعة أو سكريات، هذه بالتالي تؤدي إلى الخمول، فهو ده لازم ينظم وقته.
فهذه من الأشياء الطرق اللي يخليه هو يبدي يوم الثاني وهو شوي في نشاط، معري ممارسة رياضة، نايم عدل، ممارس الرياضة، حاط جدول معين أنا شنو بسوي باليوم، منظم وقته. هذه شوي تقلل من الضغوط اللي إحنا قاعد نتعرض لها في الصفوف الأولى. تعتقدين أستاذة وديان ما زالوا يحسون بنفس الضغوط؟ أكيد اختلفت الضغوط الحين، يعني في السابق في بداية الجائحة الكل كان مخترع والكل كان خايف. صحيح. لكن اليوم أحس في تغير، فأنت شو تقولين يعني شنو اللي الحين تعتقدين ما زالوا نفس الخوف ولا خفوا، خف الضغط النفسي عليهم؟ احنا بشكل عام في المستشفيات، يعني بشكل عام في المستشفيات ما زلنا على نفس الوضع، لان احنا ما ندري اذا في شيء راح يستجد او لا. فماخذين كامل الاحتياطات، ماخذين الاشتراطات الصحيه، التباعد الاجتماعي، لبس الكمام، ما زال هناك يعني بعض الاصابات، فلازم احنا يعني كزملاء يكون بيننا تباعد، يكون بيننا بشكل عام في كل المستشفيات. ما زلنا حريصين إلى أن إن شاء الله يقولون ما في وراحة الجائحة. إذا ما زلتوا بنفس الاستعدادات من بداية الجائحة إلى اليوم. بالضبط. إحنا كناس عادية شوية خف الضغط عندنا أمانة. لا إحنا ما زلنا يعني ما زلنا على نفس الشيء، لأن إحنا نتعامل مع صحيح. حالات، فإحنا ما ندري هذه الحالة حاملة لهذا الفيروس أم لا، فهذا هم يسبب لنا ضغط. أنا تيني حالة ما أدري صحيح حاملة الفيروس ولا لا. طيب أستاذة وديان، قد تكون هناك بعض السلوكيات الخاطئة واللي الفرد يعني يمارسها وهو لا يعلم بأنها تزيد الضغط النفسي عليه، فما هي السلوكيات الخاطئة التي نمارسها وتزيد الضغط النفسي عليه وأنا ما أدري، ومن السهل أني أتخلص منها حتى لا أكون مضغوط في نهاية هذا اليوم؟ بشكل عام مع مثلا زملاء العمل، هي نعم. تكون مثلا من الأسباب زملاء العمل، أنا أضع حد لزميل مثلا معي إنه خلاص إحنا في وقت الحين في جائحة، يجب أن نلتزم، كل واحد في تباعد اجتماعي مثلا، كل واحد في مكتبة نشتغل شغلنا، بيننا احترام متبادل، بيننا تعاون كتيم، إن شاء الله راح نطلع من هذه الجائحة. فهذه من الأمور اللي فعلا يعني أنت من داخلك راح تحس إنه خف الضغط، كلنا متعاونين، كلنا ما نبي يعني مثلا شخص يشوف الثاني لا هذا أحسن مني، هذا أقل مني. الحمد لله الإدارات يعني متعاونين معانا، قاعد نلقى شكر من الجميع، سواء من زملائنا سواء من الإدارة، فهذا أيضا يرفع عندنا الروح المعنوية، وايد قاعد يرفع الروح المعنوية عندنا. يعطيك العافية، وكان لقاء جدا حديثة مشيق واستفدنا منه. مشاهدينا كل الشكر للأستاذة وديان شويع، ممارس علاج نفسي، على حضورها ومشاركتها معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. فاصل نرجع لكم مرة ثانية.